الوقت معكم وراديو مصر كافيه مع زياد علي على 887 FM. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من راديو مصر كافيه معايا من المكسر النهاردة أسامة نظمي والحلقة من إعداد حنان أبو الضية وأنا معاكم زياد علي. مين اللي كلمته بتمشي في البيت؟ الأولاد ولا الأب والأم؟ مين اللي كلمته بتمشي في البيت؟ ناس كده تقعد تفكر تقول لي يا زياد إيه اللي أنت بتقوله ده؟ أنا طبعا كلمتي تمشي في البيت، أنا أبوهم كلمتي تمشي عليهم، والأم تقول لي أنا تعبت في تربيتهم وكلمتي تمشي عليهم. المهم هيحصل يعني ناس تزعل، لكن هسألك سؤال بسيط جدا، هو أنت لما ابنك ممكن يكون بيعيط على حاجة وبيزن وعايز يجيبها بتعمل إيه؟ قول له حاضر يا حبيبي هجيبها لك يا حبيبي من عناية يا حبيبي. يعني طفل متعب قدامك، يعني بتكون اتربيت انت على حاجة وتتفاجئ ان انت مش عارف تتعامل مع ابنك بالشكل الصح. ازاي تربي ابنك صح؟ ازاي تربي ابنك انه يكون مبدع؟ حاجات كتيرة جدا هنتعرف عليها مع مهندس فريد خطاب مؤلف كتاب كيف تربي طفل مبدع بالانجليش. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بيك يا زياد. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. يعني ناس كتير بتشتكي من تربية ولادها، حضرتك عامل كتاب 600 صفحة. ايوه 600 صفحة من خبرات حضرتك ويعني وين قراءاتك عملتهم في الكتاب ده، وقلت للناس ازاي تربي طفل مبدع وطبقت ده على بيتك في الاول يعني. طيب لو انا بقى عندي ابني محتار معاه، تايه معاه، مش عارف اربيه صح، البداية تبقى ازاي؟ البداية يعني ممكن انك تشوف الوالد ووالدتك ربوك ازاي، او الجدة او جدة، تسأل اللي يعرف وتشاهد بالمشاهدة. يعني اكيد وانت بتلاقي مثلا بعض الاطفال الاخرين تلاقيهم ودعاء جدا وهاديين، تشوف امهم ابوهم بيعملوا ايه. ايوه يعني دي ابسط وسيلة. ايوه لكن هتقعد تقرا تقول ما عنديش وقت للقرايه. شاهد، شغل عقلك. ناس كتير مش هتقرا بقى وحضرتك عارف. الى جانب اهم شيء، طب انت عايز ايه من العيال؟ عايزهم يعملوا ايه؟ يوصلوا لفين؟ لو انت غير محدد الهدف هيبقى كله سايح في بعضه. كلمه تودي يمين وكلمه تودي شمال وحركه تودي شمال وحركه تودي يمين. لكن حضرتك وانا يعني بتكلم معاك مثلا قلت لي في موضوع الاعلانات، يعني الاعلانات لما بتيجي في تلفزيون وابني يشبط في حاجه عايز يجيبها من الاعلان ده، فكان ليك طريقه غريبه جدا في التعامل مع ابن حضرتك او بنت حضرتك. بالزبط. عملت معهم ايه؟ انا لما لقيت العمليه متكرره وانا عارف ان الاعلانات بتتعمل باحترافيه عاليه جدا وبتخاطب الطفل انها هتجيبه يعني، فقلت انا لازم اقابل ده. ابسط شيء عملته ان انا قلت لابني، قلت له يا حبيبي احنا عندنا في البيت هنا قانون، اللي بنشوفه في التلفزيون ما نشتريهوش. وش كده وانت وخلاص ولم يفتح الموضوع من ساعتها، قفلت الباب خلاص موضوع انتهى. هنا يحضرني بقى حاجه مهمه جدا. معظم الناس مش مدركه قوه الكلمه اللي بتتقال. يعني احكي لك حاجه ممكن تضحك عليها. انا ابني كان مثلا، انت عارف زي عمليه درجه كتير قوي، واحد يقول لك انا زعلان منك، وابنك يجي يقول لك انا زعلان منك. انا ما عجبتنيش الكلمه الصراحه. يعني ايه انا زعلان منك وهو زعلان مني؟ فرحت بتعمل ازاي؟ فانا عملت مع قلت لابني، قلت له بص يا حبيبي، اللي بيزعل عندنا برضه قانون في البيت بنقول له يتفلق. ايوه على فكره يعني على طول كده يا باشمهندس، يعني تتعامل معاه بحسم قوي. ما انت عندك وقت كتير وفاضي، خد راحتك. صبر، لازم عندك صبر. ما انا مصلحتي ابني. فاللي حصل نتيجه ان انا قلت له اللي يزعل يتفلق. فمره كان عند جده، وجده بيقول له انا زعلان منك، فبابا فرح قال له لا، بابا قال اللي يزعل يتفلق. بيقلدك بقى. ما هي كده، هو اتعلم كده. فدي نتيجتها، انا منعت الكلمه عندي في البيت
ومنعت الكلمة في خارج البيت. وده أنت بتحافظ على ابنك. حاجة تانية برضو مثل كان جميل جدا وسبحان الله الذي ألهمني الحل يعني. يعني أنت مثلا ممكن الأولاد تيجي للأب والأم تقول لهم يا جماعة الحاجة دي صعبة. وكان تكرار هذا اللفظ، كان عندي ناس جايين وعمالين بيستشيروني في بروجرامينج في حاجات الكمبيوتر وكده، فبيقولوا دي صعبة صعبة. وابني كان قاعد عنده 3 سنين ساعتها. أنت مش عايز يلقط الكلمة؟ أنا مش عايز يلقط الكلمة. ياه واخد بالك قوي حضرتك. جدا. فرحت قايل قلت لهم يا جماعة بالعقل كده خلينا نفكر، هو بالعربي كده ازاي حاجة صعبة تتحول لسهلة؟ بالمنطق كده والعقل، انتوا بالعربي كده بتقولوا احنا مش فاهمين او ما نعرفش، فما تقولوا ما نعرفش بدل ما تقولوا صعب. يعني هي بس هي هنا بتخش في عملية نفسية. انا لما اقول هي اللي صعبة يعني انا ما عنديش مشكلة، انا زي الفل. لكن لو يعني انا لما اجي لك يا زياد مثلا واقول لك الموضوع ده صعب قوي كده انا عملت لك مشكله، خلاص قفلتني بقى. قفلتك. لكن اقول لك يا زياد والنبي عشان خاطري فهمني دي، هتبص تلاقي انت عمال تعمل كل ما في وسعك عشان تفهمني. صح. غير ان انت بتتحمل مسؤوليه عدم فهمك. لكن لما اقول هي اللي صعبه انا كده مش متحمل مسؤوليه. فمن المثل ده هوت يعني كان ابني الحمد لله عمره ما جه قال لي حاجه صعبه. يعني ما بتتعبش معايا يا باشمهندس في حله للواجب و... لا انا عمري ما بص، هي يعني كان المدرسه لما كان في كي جي 1 ولا 2 مش فاكر، كان المدرسه تقول لهم ما تروحوا البيت خلي بابا وماما يملوكوا الاملة ديكتيشن. ده كل الناس تعمل فيها كده. انا بقى جالي الكلام ده 10 كلمات لازم اعمله. قلت له بص يا حبيبي انا ما بعملش الكلام ده، انت تقعد تكتبهم تحفظهم وتعرف السبيلنج بتاعهم ازاي والاملة ازاي وتكتبهم على ورقه، انا هبص على الورقه لقيت في غلط في اي حاجه هتكتبهم 10 مرات. ايه ده؟ انت بتعاقبه بقى؟ مش بعاقبه، انا بقول له هو ده النظام. عملت مش غلط مش هيجي لك تاني. عملت 10 مرات عملت 10 مرات وغلطت تاني هتعملهم 100 مره. الطفل لعلمك ذكي جدا. يقول لك وانا ضيع وقت 10 مرات ما احفظهم من اول مره وخلاص. ايوه صح. يعني هي القصه كلها ان الطفل اذكى مننا. لانه لم يلوث بعد. فلازم نحترم ذكائه. وبيلتزم يا باشمهندس باللي انت قلته وما جاش ور يعني ما غلطش الغلطات اللي هي يعيد. ما خلاص هو قاعد يحفظها عشان ما يغلطش. لو غلط هيتعاقب مش هيأجل مش يعني مش هي. يعني هي الفكره انت بتعمل ايه؟ كلنا حتى الاطفال الكبار في اي سن بنحب المرح. بنحب ان احنا نلعب. فانت لو هتضيع وقتك انك تقعد تعمل الواجب ما هو اخد من وقت اللعب. فتتكلم انت مع طفلك تقول له ايه؟ احنا بالعربي كل لما اخلص الحاجات اللي ورايا بدري كل ما الوقت بتاع اللعبه هيزيد. هتبص تلاقي الطفل ايه بيسمعك، الله ده بابا عايز نلعب. ايوه العب بس خلص اللي وراك الاول. يبقى انت علمته تنظيم وقته، علمته مسؤوليه، ولعب في الاخر ورفع عن نفسه. فينك يا سيف تسمع الكلمتين دول؟ ما انت لازم تخاطب الطفل كده. هم 24 ساعه. تقسم ال 24 ساعه تشرح له، قول له انت بتنام 10 ساعات، بتخش الحمام رايح جاي بين الحمام وغسل الايدين والتواليت والحاجات دي كلها نقول ساعتين اجمالي. بتركب باص المدرسه مثلا في ساعه رايح جاي، بتقعد في المدرسه كام ساعه، فانت وبتلعب. انا عايزك تلعب دي اهم حاجه. انا عندي لازم تلعب يا حبيبي او تلعبي. اللعب ده جزء اساسي من حياتنا. دول ساعتين بعد ما نحسب كل الحاجات التانيه. طيب هزوق ال 24 ساعه ثابته في اليوم. طب تساله كده، تساله يقول له طب هتزود وقت اللعب ازاي؟ ما لازم تاخده من حاجات تانيه. لان ال 24 ثابته. هتنام اقل؟ مش هينفع، هتبقى تعبان. هتاكل اقل ولا ايه رايك؟ لا انا بحب الاكل، واخد بالك؟ يعني تشركه في التفكير. هتبص تلاقيه مره في مره الله طب ما انا بالعقل اركز في الفصل، اسمع كل حاجه مظبوط، اللي بيه ما اضيعش وقت في المذاكره في البيت. يبقى كده انا زودت اللعب، وهو ده الهدف. انا زودت مرحله اللعب. وما دام انا مش خسران حاجه، انت بتعمل اللي وراك العب بقى براحتك بعد كده زي ما انت عايز. هي دي.
طيب انا هستاذنك نطلع فاصل نسمع فيه فيروز. بتحب فيروز؟ اه جدا. طب نسمع فيروز ونرجع مره تانية. معايا باشمهندس فريد خطاب مؤلف كتاب كيف تربي طفل مبدع وعامله باللغه الانجليزيه. تليفونات البرنامج اللي حب يشارك معانا 25765788 و 25793195. ومين اللي كلمته بتمشي في البيت؟ الولاد بتحن لهم وتسمع كلامهم ولا كلمتك يعني هي اللي بتمشي وبتصمم على كلامك؟ كلموني مستنيينكم. انتم لسه وراديو مصر كافيه مع زياد علي على 887 FM. راديو مصر لكل مصر. موضوع مشوق جدا. ازاي تربي طفل مبدع؟ ازاي ابنك يطلع مبدع؟ يعني حاول ان انت تخرج من اطار انا تربيت على كذا، ممكن تلاقي حاجة احسن يعني من اللي انا تربيت عليها ربي ولادي عليها يطلع احسن مني بكتير. ومعايا باشمهندس فريد خطاب مؤلف كتاب كيف تربي طفل مبدع باللغة الانجليزية. باشمهندس، تنمية الحواس عند الطفل، يعني العين اللي بيشوف بيها، الودان اللي بيسمع بيها، الكلام، كل ده ازاي اقدر انمي الحواس عنده بشكل كبير جدا بحيث ان هو مثلا لو بيشوف حاجة بعينه ما ينساهاش، لو بيسمع حاجة ما ينساش، ازاي؟ لا انا هقولك حاجة زياد، يعني اولا اي حاجة بتمس حواسنا العقل بيسجلها في المخ، موجودة وموجودة في الذاكرة، لكن الذاكرة أنواع، في حاجات بتستخبى ورا شوية وفي حاجات بتبقى حاضرة وفي حاجات كده. أول حاجة ممكن نعملها علشان تقوية الذاكرة إن أنا أقول لنفسي أو أنا أقول لطفلي، أقول له بص يا حبيبي، أنت دلوقتي بتشوف معلومات المدرسة أو المدرس بيقول حاجات، بتستمع إلى فيديوهات، بتستمع إلى سيديهات، إلى معلومات، كل من قراءاتك من معلوماتك دي كلها، إيه الهدف إنك يعني شاركه في تحديد الهدف؟ هو انت بتعرف كل ده ليه؟ يا اما بتعرفه لنفسك كهواية لزيادة المعلومات، او يا اما انت هتمتحن فيها، او صديق لك هيسألك طب انا مش فاهم فهمني. فحل حاجة زي كده ايه؟ ان انت تقول لعقلك انا عايز المعلومات تكون جاهزة وقت احتياجها. احتياجها ده امتى؟ لما حد يسألني او في الامتحان. لو انت دربت الطفل على استعمال العقل وانه يعرف يأمر عقله ويقول له انا عايز كذا ويعمله. طب ادينا مثال يا باشمهندس. انا ممكن ادي لك مثال على نفسي انا اللي انا عملته فعليا. وده عملته على كبر يعني. انا لما بعمل الشاي بنعمله في المطبخ. نحط الغلاية على النار. نحط الشاي ونلقمه ونسيبه يغلي. تمام. واروح للكمبيوتر. ارجع مع بال ما ارجع المطبخ يكون فار ووسخ البوتاجاز. نسيته. ما هو اللي بيحصل كده، ما انتش قادر تقدر الوقت. ما هو يا اما تقعد قدامه يا اما تقعد قدامه. ما تعرفش تقدر الوقت. فانا قلت لنفسي الله، طب ما انا شغل مخي. عمليه بسيطه جدا. قلت لعقلي انا عايز ارجع المطبخ قبل ما يفور. والحمد لله من ساعتها ما فرش ولا مره. قعدت معقوله يعني ان انت تفكر نفسك لحد ما خلاص بقى الموضوع طبيعي؟ ما فكرش نفسي، انا امرت عقلي ان انا عايز ارجع ساعه لما ايه خلاص قبل الفوره. عشان ما اقعدش انضف كل شويه، دي شغلانه بقى. لكن انا بتكلم برضو على الطفل مثلا، يعني انا عندي مثلا واحنا ماشيين بالعربيه بحب ابني يحفظ الطرق، يعني مثلا في عندي حد ممكن يحفظ والتاني لا، يعني بيبقى كسلان مثلا ولا ما بياخدش باله ولا ما بينميش حواسه ولا بيبقى ايه؟ لا ما هنا بقى نيجي لتنمية الحواس. يعني احنا قلنا العقل بيحتفظ بكل حاجة. والامر ان أطلعها انا بقى. افتكر ساعة الاحتياج. وتشرح له الاحتياج لو حد سألك في امتحان. حاجات كده. طيب لكن لو انت مثلا بتقول انت سايق العربية، تبتدي تتكلم تقول له شايف المحل ده، شايف ده، شايف ده، علامات مميزة في الشارع، يربط، هيربط بين الحاجات دي كلها. حتى لو هو مش فاكر الشارع بالظبط هيقدر يربط بين الأسماء المحلات، ماركات العربيات، أول مرة يشوف العربية دي مثلا شافها في المنطقة دي ومربوطة بالمحل.
فانت كده يعني الحواس كلها انت بتنميها. حاجة تانية لتنمية الحواس من الطفولة حتى قبل ما يوصل مدرسة. تمام. يعني مثلا احنا النهاردة، طب انا هستأذنك نكمل بعد الموجز. اوكي. طيب بعد الموجز معانا يا باشمهندس فريد خطاب، مؤلف كتاب كيف تربي طفل مبدع. ارقام تليفوناتنا 25765788 و25793195 وصفحتنا على الفيسبوك راديو مصر كافيه. 887 FM راديو مصر. انتم لسه وراديو مصر كافيه مع زياد علي على 887 FM راديو مصر لكل مصر. ورجعنا لكم مرة تانية ومعايا باشمهندس فريد خطاب، مؤلف كتاب كيف تربي طفل مبدع. بنتكلم عن تربية الأولاد. يا ترى كلمة مين اللي بتمشي في البيت؟ يعني الآباء بيكونوا حنينين قوي على أولادهم، ممكن زيادة عن اللزوم، ما يستحملش ان هو يعيط على حاجة، فخلاص يا حبيبي هجيب لك اللي انت عايزه، ويستسلم للأمر الواقع زي ما بيحصل معانا شخصيا. يعني ما بقدرش برضو، معلش يا باشمهندس بقى دي حاجة ما اقدرش اكتمها، يعني بيبقوا قافشين فيا، لازم اجيب لهم كل يوم حاجة. طب اعمل معاهم ايه؟ انت اللي عودتهم على كده. واجي بقى اقول لهم بصوا لا انا مش هجيب لكم بقى النهارده حاجه، عشان انا جبت لكم كل يوم بجيب لكم. لا هي يعني انت ممكن تصلح الموضوع ده هو بمعنى انك تعلمهم اولا الميزانيه، في مبلغ معين بيتصرف عليكم. بمعنى ايه؟ مش بيتصرف عليكم كمصاريف لبس ومدرسه اقصد، لا يعني في الشهر مثلا مبلغ معين بجيب لكم بيه شوكولاته، بجيب بيه لعبه، خلصتوه نخرج ناكل بره، وتشركهم فيه لو هو مبلغ محدد، بعد لما نعمل الحاجه نقول نخصم منه، طول ما هو فاضل اطلبه، خلص المبلغ خلاص ماليش دعوه بقى. ايوه هي كده. هجيب منين؟ طب والله حلو الموضوع ده. هم بيصطادوني باليوميه، شغالين شغال عندهم باليوميه. انا عشان انت ما حطيتش حدود. أي. فهي الفكرة نزاي يعني. بص هو مبدأي دايما مع الأطفال إن أنا أستغل أي تعليم أنا بعمله أو بقوله إن أنا أعلم فيه كذا حاجة. فالسؤال اللي أنت سألته، طب أنا أعلمهم مسؤولية، أعلمهم إزاي يمسك ميزانية. صحيح. هي في الحاجات اللي تخصه. بعد ما بيكبر شوية أقوله لا حبيبي، طب الكهرباء كام؟ بنطلع مية كام؟ بدفع بنزين كام؟ يبتدي يفهم. ما يتعقدش يا باشمهندس؟ لا ما هو لازم يفهم. ما هو انت لو سبته يبقى هيغرق. ايوه مش هيمدرك. ما عندوش حكمه في التصرف. انا دخلي كذا، انا فانت في الاول هصدمه شويه مش مشكله. يا فندم؟ هصدمه شويه يعني مش مشكله. مش فيهاش صدمه، هي حقيقه لازم يعرفها. احنا بنصرف على الشوكولاته كذا. انت تحب تاخد الفلوس ولا نجيب شوكولاته؟ اترك الحرية للطفل يختار. ممكن مرة يقولك لا عايز شوكولاتة، مرة تانية يقولك لا اديني فلوس. اديله. طب الفلوس هتعمل بيها ايه؟ قوله لو شلت الفلوس ولقيتهم معاك الاسبوع اللي جاي مثلا هديلك قدهم او نسبة منهم. يبقى انت عودته وعلمته انه يحوش. كل ما تديله جنيه قول له شيل 10 ساق على جنب. طيب احنا عايزين نرجع لموضوع الحواس. كنا قطعنا موضوع عشان الموجز، ازاي بقى انمي الحواس عن طفلي بشكل اكبر؟ هي ابسط صوره يعني. انا يعني هو الهدف كله من الكلام اللي انا بقوله ان الاب والام طبعا هم اقدر ناس عارفين اولادهم، ما المفروض يعني. طيب انا من طفل صغير حتى من وهو لسه بيبي، لو انا خبطت على ازاز له صوت مختلف عن لو خبطت على بلاستيك، وله صوت مختلف على خشب. لو انا فرضنا مثلا انا شايل ابني وماشي وهاجي جنب باب اخبط على الباب اقول له ده حبيبي صوت الخشب. اجي مثلا على حاجه ازاز اخبط عليها كده بالراحه اقول له شايف الفرق بينهم؟ الطفل هيجمع المعلومه، ممكن لسه ما وصلش لمرحلة ان هو يفهمني انه فهم، لكن هو فهم، تأكد انه فهم. فبتعمل، انا بديك مثل في حاسة واحدة، حاسة السمع وتشغيل المخ. العين، انت تيجي تقول له طيب العين نشتغل العين، انت دلوقتي ربنا في حاجة اسمها كاميرا بنصور بيها، طب ربنا ادانا 2 ديجيتال كاميرا نبتدي نستغلها.
واداني اتنين ام بي 3 بلاير او ريكوردرز اللي هما الودان، وبالودان وبالعينين ممكن تعمل شريط فيديو. تيجي في المدرسة بقى، انا كنت اقول لابني ايه، اقول له بص يا حبيبي هي بالعقل كده، احنا عايزين نذاكر اقل، لازم مش يعني ما تقولوش تذاكر كتير، انت عايزه يذاكر اقل عشان يلعب اكتر. يعني شايف المنطق هنا؟ طيب هتذاكر اقل ازاي؟ انك تشغل مخك وتعرف الحاجة من اول مرة عشان تلعب، عشان تلعب، وكلنا بنحب نلعب، وانا عايزك تلعب. وانا عايز العب انا كمان. طيب معنا تليفونات. معايا استاذ ايمن. ايوه فندم، مساء الخير. مساء النور استاذ ايمن، ازي حضرتك؟ تحياتي لحضرتك وضيفك الكريم وللساده المستمعين. اهلا بيك يا فندم، اتفضل. بحيي حضرتك على طبعا موضوع الحلقه، جميل جدا. انا كنت عايز اشارك معاكم سريعا كده في نقطتين. طبعا انا متفق مع الاستاذ في كل الحاجات اللي انتوا طبعا قلتوها، بس ليا كده ايه نقطه مختلفه معاكم فيها شويه، اللي احنا كنا اصرناها في الاول مثلا، اللي هي لو انا ابني مثلا زعلان فانا اقول له ان انا عندي قانون ان هو مثلا إن احنا الحاجه اللي بنشوفها في التلفزيون مش هنجيبها، او ان لو انت زعلان تفلق. اعتقد يعني من وجهه نظري ان المؤثرات اللي بينا كتير، يعني انا باثر في ابني جوه البيت وبديله الكلام المظبوط وبقول له كده، بس المؤثرات الخارجيه كتير. يعني مثلا لو انا قلت له مثلا الحاجه في التلفزيون يعني تطلع احنا مش بنجيبها، فهو ممكن يستجيب لي كان هو مثلا ان انا والده، او ان هو خايف مني، او ان هو ماشي خلاص ده، لكن ممكن يلجا ان هو يحصل عليها من مكان بره، ممكن مثلا يروح لزميله في المدرسه مثلا، او حد بره يطلبها، او عمه او خاله، انا نفسي دي انا عايز دي. فانا شايف ان احنا الافضل ان احنا نتعامل، ان الموضوع بقى شويه حرب شويه، ان انت يعني تدي ابنك ليه، يعني انا مثلا انت زعلان، احنا اللي زعلان مش هتفرق، لا مثلا احنا اللي زعلان لو ليه سبب وجيه او سبب منطقي هنصالحه، هنديله كذا، هنقول له احنا اسفين، هنعتذر له، لكن لو ما عندوش سبب فكده بفتح باب نقشة، بخليه يقارن بين ان هو انا ما قفلتش عليه البيت، ما خلتوش يلجا لحد تاني. وده برضه نفس الموضوع لو هو مثلا عايز يجيب حاجه او يشتري حاجه. فدي بس يعني كنت حابب اعلق. خليك معانا بقى عشان باشمهندس سوليد، باشمهندس سوليد خطابي يرد عليك. لا هي فكره زعلان حضرتك، يعني انا يعني ممكن تتقال بطرق اخرى، مش لازم تتقال بكلمة زعلان. كلمة زعلان كلمة سلبية، هو يقولها، هو اللي يقولها، ما يقولهاش. أنا يعني منعت الكلمة لأنها كلمة سلبية وبتستغل غلط في المجتمع. يعني ده كان كلامي على هذا الموضوع، إنها كلمة سلبية وبتدي حجة لشيء معين. لكن لو احنا بنتكلم قول له حبيبي بدل ما تقولي زعلان، يعني خلي الطفل يفكر وانت انصحه طبقا للي انت عايز ابنك يقوله، فكر في كلمة ايجابية انه يقولها لك بدل انا زعلان. انا زعلت مش فاهم الدرس النهاردة. طب وايه علاقة الزرع في عدم فهم الدرس بالزعل؟ يعني في حاجات كده ملهاش علاقة. اتكلم على الكلمة، الكلمة. تمام. طيب احنا معنا ايمن، عماد على التليفون. السؤال الاولاني بتاعه كمان كان يعني ايه؟ عليكم السلام. حاضر بعد الاعمال. استاذ عماد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ ازي تحياتي لحضرتك والباشمهندس. الله يخليك فندم، ازاي؟ هو الله يكرمك، هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، طبعا احنا بنتعلم من الناس دي. قال ان ابن الخمس سنين امير، وابن السبع سنين اسير، وابن الواحد وعشرين أخ، وابن الثلاثين جار. كل مرحلة سنية المفروض إنها ليها تعامل معين. فبالنسبة للطفل الصغير ابن الخمس سنين أو لا ابن السبع سنين عفوا، فما ينفعش مثلا كل حاجة يطلبها تتنفذ له. ما ينفعش اي حاجه يطلبها تتنفذ له، ما ينفعش لو غضب مني انفذ له الحاجه دي، لان لو نفذت له كل حاجه يغضب عشانها مش هعرف اتعامل معاه خالص. مجرد من ابن ما بيوصل 21 سنه بتبتدي تتعامل معاه كاخ بقى، لان هو كبر ونضج وعارف الحياه. انما السن الصغير ده
اعتقد ان سيدنا عمر بن الخطاب فصل فيها ان فعلا ابن الخمس سنين امير وابن السبع سنين اسير وابن الواحد والعشرين اخ. تمام، انا بشكرك جدا استاذ عماد، يعني في اتفاق مع حضرتك في كلام حضرتك قلته بشكل كبير. في برضو حاجه مهمه جدا يا باشمهندس فريد، موضوع ان ابني او بنتي عايزهم يساعدوني في البيت، موضوع يدوخ يعني ابهات كتير وامهات كتير واشتكوا دايما في الموضوع ده، ان هو عايز ابنه يساعده لكن او بنته في البيت لكن بيبقى قاعد في السرير يتفرج على التلفزيون او مش فاضي او بيلعب، يعني ازاي اقدر انامي في حته ان انا اعتمد عليه؟ طب قبل ما ارد على دي يا زياد، كان الـ 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 المتكلم الاول بيتكلم، لا اللي قبليه الاولاني استاذ ايمن، بيتكلم على ان انا قلت على الاعلانات ما نشتريهاش، قانون في البيت ما نشتريهاش. ممكن لو انت عندك بديل اخر ممكن تقول لا احنا بنشتري، يعني ممكن نفكر في خلال اسبوع ان انا اشتريها ولا لا، ده ممكن بديل اخر، لان الاعلانات بتعتمد على الحاجة اللحظية الان، اول لما طفيت التلفزيون الطفل بينسى، فممكن تقولها بطريقة اخرى، يعني ده الرد على هذا السؤال. يعني فكرني بالسؤال تاني. بيتكلم عن المسؤولية. المسؤولية ازاي اقدر احمله مسؤولية هو صغير كده ويساعدني في البيت. الطفل دايما ممكن تحمله مسؤولية حتى من ساعة الولادة، انك انت تقوله مسؤوليتك يا حبيبي انك تنام كويس، انك تاكل كويس، انك ترضع كويس، سواء رضاعة طبيعية او من ببرونة، يعني متعلمه دي مسؤوليته. تعلمه ان في نوع من المسؤولية، انك انت لما تيجي تعمل في الحفاضة اللي انت لابسها محتاجة تغيير لازم تعيط وتقول لي، هو بيعيط طبيعي بس انت توريله انها جزء من المسؤولية، انك تفهمني انا هعرف منين، ومش كل شوية هعلعك وابص، لازم تقول لي دي مسؤوليتك. بالطريقة دي الطفل يتعود ان هو عليه جزء معين لازم يعمله. لما بيكبر في السن بقى بعد كده، انت طبعا لازم تبتدي معاه من بدري ان ده واجب منزلي. الواجب المنزلي هي اللفظ، انا بستعمل لفظ واجب منزلي ليه؟ لان هو اول لما بيروح المدرسة بيرجع بواجب. طب واجب واجب كتير واجب. كتير. ايوه، ما انت بتعوده على حاجة. الواجب المنزلي في الـ في الـ في الـ في المنزل هيكون ايه؟ طبعا طبقا لعمره. يعني ممكن تقول له بص يا حبيبي الواجب بتاعك انك تقول لي ان لبسك مثلا مترتب في الدولاب كويس، وفي كام شراب وكام قميص وكام بنطلون وكده، كام غيار والحاجات دي كلها. ده الواجب بتاعك. الواجب بتاعك انك ايه لما تصحى تيجي تقول لي صباح الخير، وقبل ما تنام تقول لي تصبح على خير. ده واجب. فالطفل وبتطور طبعا وتغير فيها. لما بتعمل كده الطفل بيتعود ان في حاجه اسمها واجب، الى جانب انك بتعلمه المسؤوليه واحترام الكبير والسلام والحاجات دي كلها. لما يجي يخش المدرسه يلاقي في واجب برضه، يتقبله عادي. ما يبقاش عيب عليه بقى، ما هو ما يبقاش يدوخك في حله ويتعبك. ما هو خلي بالك الطفل ذكي جدا. هو بيدوخك ليه؟ لان عايزك تحله. ايوه صح. يعني انا هتكلم على مثل حي مع ابني. لما اول لما دخل مش فاكر كي جي 1 ولا كي جي 2، كان بياخد واجب مره في الاسبوع، وهو تعود ان والدته طبعا بتقعد جنبه زي كل معظم الامهات تقعد جنبه كده ايه، وفي الاخر تحل له الواجب. ايوه. فانا لما تنبهت لذلك رحت قاعد له مره بقى، رجعت من الشغل بدري مخصوص عشان ابقى موجود ساعه لما يجي من المدرسه تقفشه. قعدنا والله ما لا يقل عن 4 ساعات على بال ما عمل الواجب، لان انا مصمم مش هساعده، لازم يعمله. وهو طبعا مستني ماما فين. مفيش. انا قلت لمامته يا اما تنزلي يا اما تقعدي في الاوضه ما تخرجيش، ملهاش حل. بعد 4 ساعات حل الواجب لوحده. تاني اسبوع، هو احنا واجب مره في الاسبوع، تاني اسبوع برضه حاول يفلفص شويه، لكن قال لك هقعد اتزن ب4 ساعات احل واخلص. تالت اسبوع رجعت البيت متاخر شويه. لقيته بيفتح لي الباب وبيقول لي بابا خلصت الهوم ورك لوحدي، خلصت الواجب لوحدي. كان سعيد بنفسه بذلك. بصيت في الخط لقيت خطوه. خطوه. طيب. فمن ساعتها والله يا زياد
ما ساعدته في اي حاجة، وهو النهاردة دلوقتي في اخر ترم في طب اسنان. ما شاء الله. فخلاص ما انت بتعود، يعني هو مساعدة الطفل في المذاكرة انت بتفرض ان الطفل مش ذكي. يعني ليه بتقلل منه؟ بالعكس الطفل اذكى مني ومنك. لما هلاقيك انت اللي بتحل، طب ما تحل يا حبيبي. شيل. مش هيعملها بالعقل كده. لكن انت افرض ان هو فعلا ذكي وقادر على التعامل ويفهم من المدرسة ويقرا الكتاب بنفسه ويحلها بنفسه. يعني ايه عملية تعويد؟ تمام. طيب هنطلع فاصل صغير ونرجع مرة تانية. أرقام تليفوناتنا 25793195 و 25765788. أنتم لسه وراديو مصر كافيه مع زياد علي على 887 FM. راديو مصر لكل مصر. مرة تانية معايا باشمهندس فريد خطاب، مؤلف كتاب كيف تربي طفل مبدع. نروح على صفحتنا على الفيسبوك راديو مصر كافيه. وعد العيون بتقول يا باشمهندس ان السؤال اللي سألناه، هل يعني كلمة الأولاد بتمشي ولا الأب والأم هي اللي بتمشي؟ فوعد العيون بتقول طبعا الأولاد، يعني حنية بقى طبعا بتجيبهم ان هم يسمعوا كلام الأولاد. في يوسف حمدي برضو، ازيك يا زيزو، حلقة جميلة جدا، وانا رأيي ان اكيد اي اب وام ما يقدروش على زعل ولادهم، بالتالي كلمة الطفل هي اللي بتمشي. بعد اللي احنا قلناه ده رأي حضرتك ايه؟ لا رأيي كده يعني استسلام منهم. هي مش اسلام، هي عدم تربية. يعني انت لما طفل صغير يمشيك، تخيل انت في مكان عملك ولسه موظف جديد جاي ويمشي كلامه عليك، يبقى انت يبقى انت وضعك ايه في الشغل؟ ما هو نفس الشيء في اداره، في يعني في سيستم، في نظام. لما انا طفلي، طب انت لما ابنك ده يكبر في السن وعنده 16 سنه وبقى مراهق، هيعمل فيك ايه؟ هيمشي كلامه ازاي؟ وهتلاقي حجمه مثلا ضعف حجمك، قول لي هتوقفه ازاي على الغلط؟ الواحد هيقلق. ايوه. طب ايه مش هتنام بالليل؟ ايوه. طيب محمد عادل يقول السلام عليكم، ازيك زياد، حلقه جميله جدا جدا، بشكرك جدا يا محمد. محمد فرج بيقول ادعي لي ربنا يرزقني بالذريه الصالحه. ربنا ان شاء الله يرزقك بالذريه الصالحه يا محمد. توته، احنا عندنا في الصعيد بقى اكيد كلمه الاهل هي اللي بتمشي. انا شايف الصعيد هم اللي بياخدوا حقهم من الاخر يا باشمهندس. هي مش هي يعني الموضوع ده يعني بيبقى متوارث. يعني انا مثلا كتير قوي من اللي انا بقوله ده هوت اكيد شفته في والدتي وهي بتربيني، او شفته مع خالتي، شفته يعني شفته في حته، يعني جزء شفته طبعا وجزء انا ربنا الهمني او فكرت فيها، تحليلي للوضع وصلت لهذه الافكار. طيب حسب. ابو محمدين، مساء الخير يا زياد، مرحب بضيفك العزيز، فرحان جدا عشان هسمع الحلقه من غير ما الشبكه تقطع. طيب في برضو سفير جهنم، انا خلاص قربت اتجنن. طيب اشكرك على الكلام الجميل ده يا سفير جهنم. يا سفير جهنم ليه بس؟ طيب ميدو بيرحب بحضرتك، شكرا ليك يا ميدو. شكرا. بيقول يعني اللي كلامه بيمشي الاهل طبعا، لان ممكن يكون الاولاد على غلط. يعني متفق مع حضرتك في الموضوع. طيب فراشة الوادي، انا بحب حلقاتك الهادفه، شكرا جدا جدا يا فراشة. طيب احنا وقتنا خلص يا باشمهندس، عدى مع حضرتك بسرعه. اشكرك. واتمنى ان يعني الكتاب طبعا 600 صفحه مش هنقدر نلمه في نص ساعه يعني لا استحاله طبعا. نص ساعه يعني. هو نص الكتاب تقريبا، يعني انا يعني كاتب في الكتاب الاب والام يعملوا ايه مع الطفل من ساعه الولاده، كل يوم في حاجه معينه، اقتراح يعملوا عشان يوصل الطفل لخمس سنين بسلام وبذكاء، وان الطفل يتعود المسؤوليه وانه يشغل عقله والحاجات دي كلها ويتعلم حاجات كتير جدا. بتريح نفسك بعد كده. طيب انا بشكر باشمهندس فريد خطاب، مؤلف كتاب كيف تربي طفل مبدع. حضرتك نورتنا النهارده، وان شاء الله نشوف حضرتك في حلقات ثانيه ان شاء الله. وبشكر يعني اسامه نظمي من على الميكسر، والحلقه كانت من اداء، مش عارف بقى مقلق من اسمك يا اسامه، مش عارف ليه، مش عارف. والحلقه من اداء حنان ابو الضيه، وانا كنت معاكم زياد علي. واستنيني بقى في حلقه بكره مثيره جدا من 11 ل 12، مش هقول لكم عليها، هخليها مفاجاه. استنوني 11 ل 12 بالليل. تصبحوا على خير.